وقع في رمضان مصيبة على الأمة، مصيبة بكل المقاييس. الله جل وعلا حرم شيئا في كتابه الكريم، فإذا ببعض إخواننا يستدرجون للفخ وينحرفون عن منهج الله، إنها الحزبية المقيتة التي فرقت صف المسلمين والتي لا يأتي من ورائها خير أبدا. الدعوة السلفية منهج، فإذا انحرفت عن المنهج فليست بسلفية. المنهج منهج، الله جل وعلا في محكم آياته يقول: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. نص قرآني لا يحتمل تأويلا ولا يحتاج إلى دليل ضعيف لنبطل دلالة القرآن. فالمنهج منهج والصراط الصراط، ولن أتكلم مع الصغار لأنهم مقلدة، إنما كلامي مع المشايخ الذين أخرجوا الناس والذين تبعهم كثير من شباب الأمة. أقول لهم: اتقوا الله في الأمة، واتقوا الله في شباب الأمة، واتقوا الله في منهج سلف الأمة، فما فعلتموه إنما هو ضلال في الدين وابتداع ومخالفة لسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. أقول للمشايخ: ستقفون بين يدي الله جل في علاه، فماذا تفعلون وكيف لربكم تجيبون عن كل هذه الأعداد؟ هل ستتحملون أوزاركم وأوزارهم؟ من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل من عمل به إلى يوم القيامة، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل من عمل به إلى يوم القيامة. الدعوة إلى الصراط المستقيم، الديمقراطية كفر، وكنا جميعا نقول هذا، فما الذي جعلها إسلاما وإيمانا وتوحيدا؟ الحزبية ضلال، ما الذي جعلها إيمانا وتقوى؟ وتسمع وترى عجائب وتقرأ ما هو أعجب. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، كما في الصحيحين من حديث جابر أولا، قال جابر: كسع مهاجري أنصاري، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا؟ قالوا: كسع دفع مهاجري أنصاري، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. قال: أبي دعوة، ما بال دعوة الجاهلية وأنا بينكم؟ دعوها فإنها منتنة. تفريق صف المسلمين إلى شيع وأحزاب، ثم مسألة التحالف. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه يقول: لا حلف في الإسلام، وما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. وأخرج البخاري في الأدب المفرد وأحمد والبزار وأبو يعلى والحاكم في مستدركه والبيهقي في سننه وفي شعب الإيمان من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهدت مع عمومتي وأنا غلام حلف المطيبين.
ولا شهدت مع عمومتي حلف المطيبين وما أحب أن لي به حمرا. نعم، حلف المطيبين اجتمعت بنو عبد مناف وبنو أسد وبنو زهرة وبنو تي وتحالفوا فيما بينهم، وأتت بنو عبد مناف بجفن فيها طيب فوضع أيديهم فيها فسموا بحلف المطيبين، تحالفوا على نصرة المظلوم في مكة وعلى ألا يظلم أحد في وجودهم أو أن يستعين بهم في مكة. ما دخلوا، أما حديث حلف الفضول فإسناده ضعيف، صحيح فيه حلف المطيبين، وقولت ولو أني دعيت فيه في الإسلام لقبلت ضعيفة، ولو صح من الذي منع من نصر المظلومين؟ ومن الذي منع من إنصاف المهضومين؟ أما أن تقوم الحزبية على قدم وساق، لننظر بعض كلام الأحزاب التي تدعي أنها سلفية أو تدعي أنها قامت لنصرة الدين، لنضع النقاط على الحروف. الأول، حزب من الأحزاب يقول ويرون ضرورة تحقيق الديمقراطية في إطار الشريعة الإسلامية، ونحن نسأل هل الديمقراطية الآن هي في إطار الشريعة الإسلامية أم هذا من باب فاستخف قومه فأطاعوه؟ هذا سؤال. هل الديمقراطية تتفق مع الإسلام يا مشايخ الإسلام، أم الديمقراطية تنافي الإسلام بالكلية فلا تحرف دين الله؟ أيضا، ويرى المؤسسون أن الضريبة، كنا نحارب الضرائب من قبل ويفتون بحرمة الضرائب ووظائف الضرائب، فإذا بهم يقولون ويرى المؤسسون أن الضريبة واجبا قوميا، أصبح هناك واجب قومي واجب ديني؟ وهل هذه لغة السلفيين؟ أيضا، الاحترام المتبادل والعلاقات المتكافئة والتعايش السلمي وحسن الجوار على أساس تكامل وليس صراع الحضارات وتحقق قيم العدل والمساواة بين من؟ العدل والمساواة بين من؟ وهل هذه ألفاظ السلفيين؟ وعدم الاعتداء وأن القضايا العالمية والإقليمية يمكن أن تحل عن طريق التفاوض وليس الصراعات المسلحة، هل هذا كلام السلفيين؟ الصراعات المسلحة يعني نفي الجهاد وقتل الجهاد، والمرأة مكون مهم في نشاط حزب كذا، لها أن تمارس دورها الفعال النشط مع كفالة حقها الذي أعطاها الإسلام وأيده الدستور والمواثيق الدولية، هل هذا كلام السلفيين؟ كلام السلفيين سابقا. ماذا قال أحدهم؟ لنضع النقاط على الحروف حتى تكون النصيحة. قال الدكتور، هذا كتاب كشف البدع، قال الدكتور جابر قميح أعلن الإخوان أن الحزب الذي يدعون إلى إنشاء يتصل لعنصري الأمة المسلمين والأقباط، علق المؤلف سابقا وللقارئ أن يتخيل حزبا إسلاميا بهذا الشكل، ما أنكرتموه سابقا وقعتم فيه لاحقا، هذه كتبكم والبقية تأتي لنثبت أن الخلافة كان منهجيا وليس كما يلبس على الناس أنها فتوى تغيرت. يقول لا يجوز أن يولى الكافر ولاية فيها سلطان على المسلمين أو اطلاع على أسرارهم كاتخاذهم وزراء مستشارين. لماذا بعض الأحزاب نائب الرئيس نصراني؟ ولماذا بعض الأحزاب في افتتاحيات يقف القس يقول باسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا؟ هل إله النصارى هو إلهنا؟ حزب آخر، المبدأ الخامس، إياك والمخذلين الذين يثبطون الناس عن العمل السياسي فإنهم يريدون لهذا الظلام أن يستمر. وهل كنتم تريدون للظلام أن يستمر من قبل عندما كنتم تنكرون هذا المبدأ؟ ولا دراية لهم بفقه الواقع، ومتى فقهتم الواقع؟ ولماذا اتهام إخوانكم؟ ولماذا الطعن في دين إخوانكم؟ ثم يقولون
الأمر السادس أن نعمل على ممارسة الديمقراطية في إطار الشريعة الإسلامية. فما زلت أسأل، ما الدليل؟ ما الدليل على الحزبية وما الدليل على الديمقراطية؟ وقد كنا من قبل نقول إنها كفر، ما الدليل؟ بقي أن أنصح للشباب أن يتقوا الله وألا يكذبوا على أهل العلم. فوجدت في كثير من البلدان أنه ما قام ناصح أمين ينصح للأمة إلا وهيئوه للناس أنه شاذ منفرد. عشرات من العلماء الفطاحل يفتون، بل منهم من هو أعلم من كل من أفتى بالجواز، أفتوا بحرمة هذا الشيء والبقاء على الأصل الأصيل، لا حزبية ولا ديمقراطية، فكل هذا أمر باطل، إنما منهج سلفي كما قالت أنصار السنة في بيانها من قبل: نحن طلاب علم ولسنا طلاب سلطة. منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يضيعه. أما أن تنزل بعض الأوراق يمينا وشمالا، ليس هنا فقط، يمينا وشمالا، كل عالم أو كل شيخ يتكلم يهيئون أنه فريد وحيد. لماذا نكذب ولماذا لا نتقي الله؟ والولاء والبراء أصبح على الحزبية، الولاء والبراء بعد أن كان على المنهج، والخلاف من قبل كان منهجيا. وعشرات الأقوال المكتوبة من كلام المشايخ في كتبهم وفي أشرطتهم أن رفضنا من قبل لهذا المبدأ ليس لوجود المخلوع أو لوجود غيره، إنما كان منهجيا. فإن كان، أقول فإن كان الاستدلال بحزب بحلف الفضول، حلف الفضول كان موجودا في كتب السنة قبل 1400 سنة أم لم يكن كان موجودا؟ هو في سيرة ابن هشام فقط، تخريجه في سيرة ابن هشام، لكن الصحيح حلف المطيبين. هل كان موجودا وضيعتموه يا مشايخ، أم أنكم علمتموه بعد جهل؟ فإن كان موجودا لماذا لم تعملوا به؟ ستقولون كانوا يضغطون علينا. وهل يترك الجهاد في سبيل الله ويترك إعلاء كلمة الله بسبب الضغط وبسبب السجون والمعتقلات؟ لماذا؟ ثم لماذا كل هذه الأحزاب إن كنتم حقا كنوا حزبا واحدا على التجوز، على التجوز، لكن هذا حزب سلفي وهذا حزب سلفي وهذا حزب إخواني وهذا حزب جماعات إسلامية، لماذا لم توحدوا صفكم؟ والكتب مذكور فيها عقيدتهم السابقة، فنريد الدليل على التبديل والتحريف. فأقول للمشايخ الكبار الذين ينظر بعضهم أنه من رموز السلفية في مصر: اتقوا الله في هذه الأمة وعودوا إلى سلفيتكم، فالسلفية غالية، ودين الله، واتقوا الله في شباب الأمة ورجال الأمة ونساء الأمة، ولنبقى على المنهج الأصيل. أما البدعة الرهيبة التي يردع بها ويرهب بها الشباب ويردع بها الناس نتركها للعلمانيين. فأقول الشيخ الألباني حسن وكثير من إخواننا ذكروها في كتبهم وقبلوا تحسين الشيخ قصة عرض عتبة بن ربيعة على النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت تريد مالا وإن كنت تريد شرفا وإن كنت تريد ملكا. فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن كل هذا ولم يقبل هذا العرض. فالسؤال: هل تخطئون النبي صلى الله عليه وسلم؟ سؤال يحتاج إلى إجابة من المشايخ. قلت: لا أخاطب الصغار، أخاطب المشايخ الكبار. هل النبي صلى الله عليه وسلم ضيع الدين عندما لم يقبل هذا العرض، أم أنكم الذين خالفتم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستدرجتم لفخ الديمقراطية التي ضيعت الدعوة 70 عاما ولم يستفد الإخوان المسلمون شيئا إلى يومنا هذا؟ أسأل الله بأسمائه الحسنى، ولنا رجوعات، ليس رجوعا، لنا رجوعات في هذا الباب لنقال